بسم الله الرحمن الرحيم. راح نشوف هنا إن شاء الله الدرس هذا نشرح كيف تنفيذ الميثود اللي كتبناه في الدرس السابق وهي كالك سالري، اللي تحسب لنا السالري بعد ما أننا نحسب الأوفر تايم أو الساعات الإضافية اللي اشتغلها الموظف. خلونا نبدأ تنفيذ البرنامج بشكل سريع. راح طبعا نسوي سكانر، بعد كده نسوي الأوبجكت من نوع employee، بعد كذا نقرأ السالري حق الأوبجكت ونفرض السالري حق الموظف ونفرض أنه 20,000، هذا السالري حق الموظف. الآن الموظف نسوي الآن السيت، نضع القيمة في الموظف أنه السالري 20,000، فهذه رحنا هنا. هل السالري ينطبق عليه الشروط اللي عندنا؟ نعم تنطبق عليه الشروط اللي عندنا، فهذا طبعا راتب الثابت بدون أي أوفر تايم. فوضعنا 20,000 هنا في الموظف من خلال تنفيذ السيت. طيب نجي الآن نروح ننفذ، طبعا نقرأ الـ ID حق الموظف ما في مشكلة، يعني نفرض أن الـ ID حق الموظف 1000، راح تنطبق عليه طبعا الشروط، راح يعدل لنا الـ ID حق الموظف وينتهي التنفيذ. الآن طبعنا enter number of hours and overtime per hour، دخل لي المعلومات هذه number of hours and overtime per hour. الآن لاحظ الآن عندنا استدعاء لميثود زين calc salary، راح نرسل two arguments زين، راح نرسل two arguments لما نجي نستدعي الميثود calc salary. الأرجمنت الأولى استخدمنا method expression يعطينا قيمة اللي هي كم عدد ساعات اللي يشتغلها، نفرض انه يشتغل 50 ساعة زي ما قلنا في الفيديو السابق 50 ساعة زين. طيب طبعا راح يخليها على جنب الارجمنت هذه، يروح ياخذ يطلب الارجمنت الثانية كم الساعة تحسب له، نفرض ان الساعة تحسب له ب 1000 ريال زين. طيب هذه هي الان اخذ التو ارجمنت هذولي، الارجمنت الاولى والارجمنت الثانية، راح يرسلهم للبارامترز اورز و O2PH زي ما بنشوف الآن زين. الآن راح ينفذ جهزهم عشان يرسلهم زين. طبعا تبع مين راح ينفذ؟ تبع الأوبجكت E. الآن راح ينفذ، الآن جهز لنا الأكتيفيشن ريكورد حق الميثود الجديدة، حط الأرجمنت قيم الأرجمنت اللي عنده حطها في البارامترز hours و O2PH زين. الآن لاحظ الشيء اللي راح يصير، راح يعرف لنا variable جديد نسميه local variable زين. local variable هذا مع الparameters، لاحظ ان الparameters كأنهم local variables. اللهم الشيء الوحيد ان الparameters هذول راح نقرأ قيمهم من الarguments زين، راح نعطيهم قيم من الarguments اثناء استدعاء الميثود، اثناء الميثود كول اللي تمت هنا مضبوط. طيب اخذنا السالري هذا، حطينا ال 20,000 في السالري، قلنا نبي نبدا اول شيء بالسالري الاساسي 20,000، بعد كذا راح نشوف هل اشتغل الموظف اكثر من 40 ساعة. نعم الموظف اشتغل اكثر من 40 ساعة زين. نيجي الان نحسب السالري الاضافي للموظف، نقول الاديشنال اورز، لاحظ عرفنا متغير لوكال فاريبل جديد هذا هو موجود. نيجي الان نحسب كم عدد الساعات الاضافية اللي 50 ناقص 40 والمجموع أو الناتج يساوي 10، إذا اشتغل 10 ساعات إضافية خزننا القيمة مضبوط. الآن الـ additional salary كم الراتب الجديد، هو عبارة عن عدد ساعات الإضافية اللي 10 في 1000 للساعة الواحدة، فيطلع لنا 10,000. نجي الآن نضيف القيمة هذه في الـ 20,000 القيمة القديمة حقت السالري زائدا الاوفر تايم او الراتب الاضافي اللي اخذه من الساعات الاضافيه، فطلع لنا الراتب الجديد 30,000 ونضعه في نيو سالري. لاحظ كم فاريبل عرفناهم. طبعا الان انتهوا الفاريبلز لان طلعنا من البلوك هذا، الفاريبلز هذول عرفناهم جوا البلوك هذا، فلما نطلع من البلوك راح يروحون الفاريبلز هذول. نجي الان لعمليه الريتيرن، الآن الريتيرن راح نرجع قيمة نيو سال، قيمة نيو سال 30,000 زين، راح نرجع القيمة 30,000 من الميثود هذه مضبوط، جهزناها. طبعا
أنا ما سويت شيء أثناء ترجيع القيمة، والصراحة يعني كان في خطأ بسيط. المفروض أني أضع هنا مثلا أعرف متغير مثلا double new salary مثلا أو أي متغير gets القيمة هذه، زين. فإذا هذا خطأ صراحة ما انتبهت له، فهنا راح يحسب لنا زي ما شفنا، راح يحسب لنا قيمة، خلنا نسوي compile، زين، راح يحسب لنا قيمة السالري، راح ياخذ الارجيومنتس هذولا يرسلهم، يحسب لنا قيمة السالري، لما يخلص يرجع لنا القيمة يضعها في النيو سالري، زين. بعد كذا ممكن نطبع النيو سالري، نقول system.out.println، بعد كذا نقول new salary يساوي وبعد كذا new salary. بالطريقة هذه نطبع قيمة القيمة اللي حسبناها في الميثود. إذا لاحظ أن الميثود أوسع هذه شوي، الميثود هنا تستقبل لنا قيمة، تستقبل لنا عفوا two arguments، تأخذهم تحطهم في parameters، نفس الوقت ترجع لنا قيمة، زين. إذا تسوي كل الحاجتين، القيمة اللي ترجعها لنا من نوع double زي ما نشوف هنا، القيمة اللي ترجعها لنا من نوع double هنا double، هنا return new new sal اللي هي new sal، زين. إذا عادة لما تكون الميثود ترجع قيمة مضبوط، إما أن تكون إذا كانت الميثود get فإنه راح ترجع لنا الاتريبيوت اللي نبغاها ترجعها لنا، زين. الاتريبيوت اللي هي هذه الاي دي مثلا، الميثود get first name ترجع لنا الاتريبيوت first name اللي هي هذه، الميثود get last name ترجع لنا last name اللي هي هذه، عفوا هذه، زين. هذا نفس الشيء get salary ترجع لنا salary، get salary هنا ترجع لنا salary اللي هو الاتريبيوت هذه، زين. في بعض الاحيان ممكن تكون الميثود تحسب قيمة وترجعها لنا، وزي اللي شفناه هنا مضبوط. عادة الجيت والست ترجع، عفوا الجيت ترجع لنا القيمة الاتريبيوتس، بعض الميثودز الثانية لا تحسب قيمة، فإذا حسبت قيمة هي وخزنتها في لوكال فيريبل اسمه نيو سال، زين. فإذا عادة يعني يفضل خصوصا وانت توك بادي في البرمجة انك تجهز فيريبل اول ما تبدا، اذا كانت الميثود ترجع القيمة اول ما تبدا جهز فيريبل، زين، اسمه نيو سال، تحط الفيريبل هذا جاهز، بعد كذا تسوي عمليات الحساب اللي تبغاها على الفيريبل، في النهايه ترجع لنا الفيريبل هذا، زين. هذا في حاله ان الميثود ما يجت، يعني الميثود راح تحسب لي حاجه وترجعها لي، واضح؟ ارجو ان يكون الفرق واضح. اذا ارجو في نفس الوقت ان يكون برضو كسر عندك تصور افضل بكثير الان عن الميثود، ان الميثود عباره عن كود يتم تنفيذه، ممكن ترسل له بارامترز، نفس الوقت ترجع لك فاليو، تقدر تستدعيه مرة مرتين ثلاث مرات أي عدد من المرات تبغاه، يفيدك في حالة مثلا السيت والجيت، تفيدك الميثودز هذه في حماية، أو عفوا تفيدك في مساعدتك حتى أنك تحمي البيانات، لأنك تقدر البيانات تخليها private، ولكن طبعا لو خليتها private راح تقع في مشكلة ما لم يكن عندك set وget. إذا تخليها private وبعد كذا تستخدم set وget عشان تسمح لأي مستخدم للكلاس حقتك أنه يستخدمها. في بعض الأحيان قد تكون الميثود ما هي set وget، قد تكون الميثود فقط لحساب حاجة معينة. طبعا حساب الحاجة هذه، حساب الراتب، المسؤول عنه هو فهد، هو المسؤول عن الامبلويي والمسؤول عن أي شيء يخص الامبلويي. فحساب الراتب ما راح يكون في المين زي ما كنا نسوي قبل، كان ما عندنا الا مين، لكن الان لا، احنا نشتغل object oriented، فلذلك حساب الراتب راح يكون في الكلاس اللي المسؤول عن الشيء هذا، اللي class employee. الشخص اللي يكتب class employee هو الشخص اللي مسؤول انه يضع الميثود calc salary، زين، اللي تحسب لنا الراتب. عشان كذا حطينا الكود في جوه الكلاس، الكلاس employee. إن شاء الله راح يكون في أمثلة إضافية في الدروس القادمة، إن شاء الله راح يكون تفاصيل أكثر عن الميثودز.